نزولا عند طلب عدد كبير من المتابعين ومن بعد تتبع قصص المتعلقة بالقنوات اليوتيوب واللي عرفوا باللي عندها واحد الدخل مالي مهم وكيشتغلوا فيها مجموعة من الناس وتسألتوا وتسألنا وياكم حول حقوق هاد الشغيلين اللي الأجراء كيتعتبروا أجراء اللي كيشتغلوا في هاد القنوات وكيساهموا في إنتاج المحتويات، يعني فين هو حقهم وفين هما الضمانات المتعلقة في هاد الانتاجات الفيديوهات اللي كيساهموا فيها واللي كتشوفوها بطبيعة الحال في اليوتيوب. للحديث عن هاد الأمور وخاصة القانونية كيحضر معنا في هاد اللقاء الأستاذ الخمليشي الذهبي باش غادي ينوركم بكل ما يتعلق بالجانب القانوني. أستاذ الخمليشي كنشكروك على حسن استقبالكم لموقع الدار والمتابعين هنا بالمكتب ديالكم بمدينة الرباط. مؤخرا حديث كبير بخصوص القنوات اليوتيوب، الناس اللي كيشتغلوا في هذا الميدان لدرجة يعني كتكون واحد 20 مليون 16 مليون للشهر الواحد، وهذا أمور اللي هي إيجابية، إلا أن في بعض القنوات يعني كنشوفوا الناس كتشغل مثلا كاين اللي كيشتغلوا معاه 16 فرد 20 فرد وكيساهموا في إنتاج واحد المحتوى معين، وهاد الناس اللي كيشتغلوا السؤال اللي كيبقى مطروح واش من حقهم أنهم يستافدوا بالحقوق ديالهم الكاملة اللي كيوفرها قانون الشغل؟ فعلا يستفيدون من جميع الحقوق اللي كتنص عليها مدونة الشغل وباقي القوانين التي قد تكون متفرعة عنها تتعلق بتنظيم ميدان العمل، فهما أجراء يعتبرون طبقا المادة 6 من مدونة الشغل، وأيضا مشغل ديالهم تبقى نفس المادة يعتبر مشغل، فالعلاقة بينهما علاقة شغل تخضع حكما وقانونا لتنظيم نصوص مدونة الشغل، من حق الحصول على حد أدنى الأجر لا يقين عن الحد الأدنى الأجر، من تصريح لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من عدد ساعات العمل القانونية اللي هي 44 ساعة وما يزيد عنها تخضع لزيادة نسبية في الساعة، أيضا من حق العطل السنوية إلى آخره من حقوق، ولو ما تكونش مثلا عقد اللي كيجمع بين الطرفين. العقد في مدونة الشغل يعتبر قائم ولو أنه غير مكتوب، ويمكن إثباته ولو بشهادة الشؤون، وهو ما تنص عليه المادة 18 من مدونة الشغل اللي اعتبرت
إثبات علاقة شو والمدة ديالها هو فيها حريات الإثبات، ما عدا بعض الخدمات لزمات فيها نص الإثبات الكتابي ليس من بينها هذا المجال الاشتغال مع أصحاب اليوتيوب. نقطة أخرى أستاذ ويتن تحدث فيها، وبخصوص مثلا الناس اللي عندهم هاد القنوات المليونية وعندهم متابعين وهاد القناة كتضر عليهم أموال مهمة وكيشغلوا معهم الناس كثيرة، ولكن في الأجر ديالهم مثلا 100 درهم 200 درهم، ما كاينش ضمان اجتماعي، ما كاينش حقوق، ساعات العمل يعني بدون توقف. واش كنقدروا نتحدثوا على التجارة بالبشر في هذه المسألة ولا هذا الاستغلال؟ هو ماشي التجارة بالبشر، ولكن استغلال يمكن نعتبره فرضي. المشكل اللي كاين ماشي عند هاد الأجرة في هاد الميدان، هذا عالم عدد هائل من الأجرة محرومين من حقوقهم في عدد من الأنشطة، والمشكل هنا ماشي معرفة الحقوق وهل يستحقون أم لا. فالنصوص وضع الحقوق في حدها الأدنى ووضع أنهم يستحقون، لكن ما هو الجزاء الذي يخالف ولا يطبق هذا الحقوق؟ عندنا في القوانين ديالنا ضعف هائل في العقوبات، يعني ما كيحترمش. نعطيك مثال، تصور ان المشغلين اللي ما كيعطوش الحد الادنى للاجر، ما هي العقوبة؟ هي 500 درهم عن كل أجير، وأن لا تتجاوز سقف 20,000 درهم. وتصور ما كان شغل 200 أجير لمدة سنتين 3 سنين أقل من الحد الأدنى، وتجيك مخالفة واحدة على 3 سنين على كل أجير على أساس ما تجاوز 20,000 درهم، فهذا معناه. فين هو الحق ديال الأجير اللي ضيع؟ أنا كان جاوبك هالمشكل فين كان، معنى هذا واحد. جوج، ما هي وسائل الرقابة؟ وسائل الرقابة شبه منعدمة، وأيضا مساطر فرض هذه العقوبات شبه مستحيلة بالقوانين لنا في المغرب. هذا هو الثغرة والفراغ الهائل اللي ماشي الناس اللي خدامين في يوتيوب وحدهم اللي يمكن يكونوا كتعدم حقوقهم، بل
أيضا فكيت عن نسيج فعدد من الاقتصاد الغير مهيكل. وإحنا كان شوفوا هادشي وكان عيشوا والعين باصيرة واليد كاسيرة ديال القانون طبعا كيشو. مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعة، ولكن قبل الختم لابد أن نشير إلى أن الدكتور الخمليشي الذهبي وبعد وعكة صحية تعرض لها قبل سنتين، يعني لاحظت أكيد خلال المداخلة ديالو أن الإيقاع الحديث أنه ثقيل نوعا ما، إلا أن في المضمون يعني حاول يعني ينوركم بكل ما يتعلق بالشق القانوني. نشكركم مرة أخرى على المتابعة وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.